الميمر الثالث عشر للقديس مار يعقوب لسروجي، والذي يتحدث فيه عن الفريسي والعشار، حيث أنه يعتبر مثل الفريسي والعشار حقيقة جعلها الرب مثلا ليوبخ الكبرياء ويمدح التواضع. ملفاننا يستعمل عبارة إخوتي كأنه يتكلم مع المتوحدين: لا ينبغي للبار أن يمدح نفسه لئلا يسقط. من يصلي لا يعرض فضائله أمام عارف الكل. الفريسي كان باراً حسب الناموس، وقارن نفسه بالعشار الخاطئ واستهان به، ولم ينظر إلى أبرار العهد القديم ليخجل من نفسه. تطلع إلى خطيئتك لتتلاشى، ولا تنظر إلى حسناتك لعله لا تتلاشى. لسروجي يمدح العشار لأنه كان يضع خطاياه إزاءه في كل حين، ولم يرفع رأسه أمام العدالة لئلا تغضب عليه، ولهذا نال التبرير. حسنات الفريسي صارت سبباً سيئاً لأنها أظلمت نفسه بالتباهي والكبرياء، وخطايا العشار صارت علة لتبريره بتواضعه. ولو أن هذا الواقع يعاكس المبدأ لا يقال أن الشر صدر من الحسنات، ولا يسمع بأن الخير أشرق من الشرور. لنشتكي إذن ليس على أعمال الفريسي الصالحة التي تمت، لكن على ضلالته وكبريائه، ولنمدح ليس خطايا العشار، لكن نفسه التي نظرت ورأت كم أنها قبيحة. لا ينبغي إهانة الخاطئ لأنه صورة الله. ابن الله يقبل الصلوات لأنه الوسيط بين البشر والله، وهو الذي يميز بين طلب التواضع وبين طلب الكبرياء الذي يستهجنه. آمين.